السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وحلقة جديدة من صباح الخير يا كويت. ونقول دائما رويدا رويدا تسير عملية التطعيم ضد فيروس كورونا بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها بمشيئة الله لحماية المجتمع والمساهمة بشكل كبير في القضاء على الجائحة والعودة إلى حياتنا الطبيعية. ندعو الله أن تكون هذه الخطوات هي بداية النهاية لهذه الجائحة التي غيرت كثير من معالم الحياة. صباح على زميلتي منيا، صباح الله بالخير. صباح النور لك محمد، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، نسعد بتجدد اللقاء معاكم في صباح الخير يا كويت. بالطبع كي تتحقق هذه الحملة وتحقق أهدافها يجب على الجميع المبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح، والحقيقة أن وزارة الصحة تتعامل بكل وضوح وشفافية في كل ما يخص هذا الموضوع، من حيث أعلنت الوزارة قبل أيام أنها بصدد إعادة ترتيب المواعيد لتلقي اللقاح مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف توريد اللقاح لتوقف بعض المصانع لتوسيع طبعا خطوط الإنتاج حتى تستمر عمليات التطعيم دون توقف بإذن الله. مثل ما عودناكم في البداية خلينا نتعرف على حالة الطقس لليوم والأيام المقبلة ثم نكمل بقية فقرات صباح الخير الكويت، خليكم يعني. نتعرف مشاهدينا على أحوال الطرق الرئيسية هذا الصباح وأحوال المرور فيها مع المقدم عثمان محمد غريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. صباح الخير. صباح النور، صبحكم الله بالخير جميعا، صبح الجميع وبداية أسبوع موفق إن شاء الله يا رب، ودائما نتمنى لإخواننا قائدي المركبات وصولهم لوجهاتهم بالسلامة إن شاء الله، وتعودنا دائما مع مشاهدينا نتواجد في طرق دولتنا الحبيبة الكويت نتعرف فيها على الحركة المرورية بشكل ميداني، وإحنا متواجدين أيضا بطريق الدائري السادس مع تقاطعه مع الغوص، وهذا الطريق الحيوي اللي عليه أيضا انسيابية وطريق أيضا أكثر من اتجاه، وطبعا الاستعانة بالتصوير الجوي ونشوف الحركة المرورية. بالنسبة لطريق الدائري السادس مثل ما تشايفين مشاهدينا الحركة طبيعية جدا، باستثناء شوي متوقع طبعا الدقائق القادمة اللي نازل من الجسر اللي هو ما بين طريق الملك فهد والسادس، نزلت الجسر اللي هو الواصلة مالت السادس شوي راح يكون عليها كثافة مرورية، وبالتالي أيضا راح تكون هناك كثافة مرورية ما بين منطقة جنوب السرة وصبحان بالاتجاهين نظرا لأعمال التطوير الموجودة على الموقع، وبعدها ترجع الانسيابية. بالنسبة لإخواننا مستخدمين طريق شارع الغوص ما في أي كثافة تذكر، وطبعا طريق شارع الغوص طريق موازي لطريق فيحيل السريع وطريق الملك فهد ويربط أكثر من محافظة. بالنسبة لطريق فيحيل السريع ما في أي كثافة تذكر باستثناء مدخل الدائر الرابع، وكذلك متوقع الدقائق القادمة على مدخل مدينة الكويت كثافة مرورية على الإشارة، ولكن الإخوان في غرفة التحكم المركزي في متابعة للحركة المرورية وتسهيل في توقيت الإشارات. كذلك إخواننا مستخدمين شارع الخليج ما في كثافة تذكر. بالنسبة لإخواننا مستخدمين الدار الخامس الكثافة موجودة يمين منطقة الجابرية باتجاه
الجهرة وبعدها ترجع الانسيابية. كذلك أيضا الدائر الرابع، مستخدمين الدائر الرابع، الكثافة موجودة ما بين منطقة حولي والجابرية بالاتجاهين، ومتوقع طبعا الدقائق القادمة تزيد هذه الكثافة على دخولنا على الساعة 8 وشوي. اخواننا مستخدمين الدار الاول ما فيه كثافه تذكر، يمكن اعطيناكم ابرز الحركه المروريه، قد تتغير باي لحظه بسبب اي حادث مروري او اي مخالفه مروريه او الخروج المتاخر اللي يؤدي الى كثافه مروريه. قبل ان اختم معاكم، دور مهم جدا لدار العام للعلاقات والاعلام الامني في التوعيه بشكل شامل، جانب امني وجانب مروري، ولكن اليوم مسلط الضوء على ما قد تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لسرقه احدى المركبات في احدى المناطق السكنيه. وطبعا هذا الموضوع سرقه المركبات متكرر يعني اكثر من مره، والجهود الامنيه موجوده والتواجد الميداني موجود، ولكن هناك قصور ايضا من صاحب المركبة اللي ينزل من السيارة ويخليها شغالة، فبالتالي قاعد يسهل للي بيبوق السيارة انك مجهز السيارة شغالة وما عنده الا يصعد السيارة ويتجه فيها اي اتجاه وبعدين يتجه للمخفر ويسجل قضية السرقة. ليش من البداية ما يتم ايضا انك تقفل سيارتك وتنزل حتى لو دقيقة، تنزل تقفل سيارتك تنزل. فاحنا نقول لجميع اخواننا اصحاب المركبات بضرورة المحافظة على ممتلكاتهم وعدم تسهيل لضعفاء النفوس بسرقة المركبات. نتمنى إن شاء الله يوم موفق للجميع، ونتمنى السلامة للجميع ووصول الجميع لوجهاتهم. نشكركم على المتابعة، ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير الكويت مع الزملاء داخل الاستديو. والآن مشاهدينا مع بعض أخبار الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم، ونبدأها بجريدة الجريدة. أحمد المنفوحي تخصيص 11 موقعا للمدن العمالية في 3 مناطق. كشف المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي عن تخصيص 11 موقعا للمدن العمالية بمساحة 150 ألف متر مربع لكل موقع. وأكد المنفوحي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنسيقية العليا في البلدية أن اللجنة سترفع تقريرا للعرض على المجلس البلدي خلال أسبوعين لاستكمال التخصيص، حيث تم توزيعها على 3 مواقع بالمنطقة الشمالية و3 مواقع بالمنطقة الوسطى، فضلا عن 5 مواقع بالمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها كمزايدة لتنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي تأتي تنظيما لسكن العزاب والحد من التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع. وننتقل إلى جريدة الكويتية. الإعلام، انتهاء المرحلة الأولى من الحلقات النقاشية لاستراتيجية 2021-2026. فقد أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد بن ناجي انتهاء المرحلة الأولى من الحلقات النقاشية الهادفة لإنجاز استراتيجية وزارة الإعلام 2021-2026، مؤكدا أن العمل على بلورة استراتيجية مهنية وطموحة للوزارة تهدف للقيام بالدور الإعلامي على أكمل وجه لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، مع تمكين الوزارة من إيصال رسالتها بمهنية ومصداقية عبر الكوادر الوطنية المحترفة. وإلى جريدة القبس، حب الكويت يتحقق بالإيجابية والمشاركة الشبابية. رفع شعارات المتطوعين عن شباب الكويت شعار حب الوطن يتحقق بالمشاركة والإيجابية، وذلك خلال مشاركتهم في الحملة الثانية التي أطلقها فريق تراحم لتنظيف بر الصبية من المخلفات التي تركها أصحاب الكشتات طيلة الأيام الماضية. الحملة نجحت على مدى الأيام الماضية في تنظيم مدخل البر الواقع نهاية جسر الشيخ جابر الأحمد بالتعاون مع بلدية الكويت، حيث رسم متطوعو فريق تراحم خط التنظيم من خلال إبعاد جميع المظاهر السلبية التي تشكل أعباء بيئية وتلوثا
بصريا واضحا مرتبطا بانتشار البقالات المتنقلة دون أي تنظيم. وإلى جريدة النهار، يد الخير الكويتية تواصل نشاطها رغم قيود السفر بسبب كورونا. رغم الصعوبات الكبيرة الناتجة عن قيود السفر نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن يد الخير الكويتية واصلت إصرارها على التواجد أينما استدعت الحاجة، وذلك لإغاثة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتنازع عليها وغيرها. وفي هذا السياق، شهد الأسبوع المنتهي نشاطا متواصلا للمؤسسات الإنسانية الكويتية في عدة مناطق بالمنطقة، تنوعت في مضمونها وحجمها، لكن اجتمعت على هدف واحد هو مساعدة الإنسان العربي الشقيق. وبهذا تنتهي جولتنا معكم في الصحافة المحلية. صباح أسبوع جديد يجمعنا وياكم متابعين كويت ترندز، وبنطلع عليكم اليوم كعادتنا بفيديوهات وتغريدات وأخبار اخترناها لكم من صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا تداولها النشطاء أثناء عطلة نهاية الأسبوع. ومن الحساب الرسمي لشركة الخطوط الجوية الكويتية بتويتر بنبدي معكم جولتنا، راح يكون حول تنويه الشركة عبر تغريدة بحسابها عن بعض التعليمات الصادرة من السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني. خلونا نشوف معكم التفاصيل من خلال الشاشة. تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأن وبناء على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتبارا من 24 يناير وحتى 6 فبراير، ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت، وشاكرين للجميع تعاونهم. ما زلنا مشاهدين نشوف معكم التغريدة من حساب كويت إيرويز على الشاشة. وبنروح معكم الحين إلى حساب قوة الإطفاء العام في تويتر، ورصدنا لكم مقطع فيديو لجانب من افتتاح مركز الوفرة للإطفاء، تابعوا معنا بالفيديو اليوم. ولقاء متجدد مع البروفيسور خالد السعيد، واللي طمنا مرة ثانية عن مدى فعالية وأمان اللقاح المضاد لمرضى الصداع، وخصوصا الصداع النصفي وأدويته. لتفاصيل أكثر نخليكم مع البروفيسور بهالفيديو من حساب العلاقات العامة والإعلام عبر تويتر. إذا كنت تعاني من الصداع وخصوصا الصداع النصفي، وطبيبك معطيك أدوية لعلاج الصداع النصفي، تطمن اللقاح آمن وفعال. ومن حساب مشروع كويتي على موقع تويتر بنستعرض لكم مقطع فيديو وضح من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله سند عن عدد المستحقين للتطعيم ضد فيروس كورونا والخطة الزمنية اللي تم وضعها لانتهاء عملية التطعيم في الكويت. هنشوف معكم التفاصيل. عدد سكان في دولة الكويت حوالي 4.5 ملايين. العدد المستحق للتطعيم هو حوالي 1,775,000، بعد ما نستثني اللي أقل من 16 سنة وأصحاب الموانع من الحوامل والحساسية المفرطة، وكذلك أصحاب الإصابات الحديثة أو الأشخاص اللي يعني ليس لديهم رغبة في التطعيم. هناك عدة اعتبارات لازم نعرفها. الأمر الأول، هناك تنافس عالمي
على التوريد، توريد هذه اللقاحات. الأمر الثاني، الكويت صحيح مع الجهات المصنعة يعني تعاقدت مع عدد معين، لكنها لم تستلم كل هذه الأعداد. الأعداد يتم استلامها وتوريدها بشكل دوري، يعني حاليا أسبوعي. الأمر الثالث، إن شاء الله قريبا يعني سوف يتم عالميا اعتماد لقاح أكسفورد ونأمل ذلك، وهذا راح يعني يساعد في استيعاب أعداد أكبر إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأعداد المتواجدة حاليا إن شاء الله والأعداد اللي ينطبق على التطعيم، نأمل بإذن الله خلال سنة وعام كامل يتم تطعيمها جميعا. ووصلنا لختام محطتنا لها اليوم، وخبرنا الأخير بيكون من نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم، واللي أعلن عن إصابة مدربه زين الدين زيدان بفيروس كورونا. الفريق الملكي لعب مباراة أمس بالدوري الأسباني بدون مدربه زيدان، وفاز على نادي ألافيس 4-1. مع التغريدة المتداولة بحسابات تويتر، خلينا نشوفها معكم. إصابة زيدان مدرب ريال مدريد بفيروس كورونا، التغريدة مشاهدين على الشاشة من حساب القبس، ما زلنا نشوفها معكم، اللي تم تداولها في تويتر وأيضا في منصات التواصل الاجتماعي. وبكذي وصلنا معكم لختام جولتنا، نترككم مع باقي فقرات صباح الخير يا كويت، تابعونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا. 24 يناير يصادف اليوم الدولي للتعليم الذي خصصته الأمم المتحدة احتفاء بالدور الذي يطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وأيضا تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. نعم منيا، الدورة الثالثة لليوم الدولي للتعليم هذا العام تحت عنوان إنعاش التعليم وتنشيطه لدى الجيل الذي يعاني من جائحة كوفيد 19. وحول هذا الموضوع مشاهدينا تحدثنا ضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة ميسون شاب، منسقة البرنامج الإقليمي للتربية في مكتب اليونسكو بيروت. صباح الخير دكتورة. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا دكتورة. في البداية، ما الذي يعنيه تخصيص الأمم المتحدة ليوم دولي للتعليم؟ نعم فعلا، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 24 كانون الثاني أو يناير احتفاء بالدور الذي يحمله التعليم مثل ما ذكرته بتحقيق السلام والتنمية. الأيام الدولية اللي بتطلقها الأمم المتحدة هي مناسبات لتثقيف الناس بشأن القضايا ذات الأهمية، وأكيد لحشد الموارد والتمويل وتوجيه الإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات اللي بتكون يعني أنجزت. الهدف الأساس من هذا اليوم بالتحديد هو تعزيز التعاون المحلي والدولي والإقليمي لدعم الجهود اللي بتؤدي لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو يوم لدعوة وتذكير الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص وكل الجهات المعنية للاحتفال بأهمية التعليم. مثل ما بتعرفوا والمشاهدين بيعرفوا، التعليم هو الأساس الجوهري للتقدم الحضاري، والفرق الوحيد بين المجتمعات هو بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتأخرة هي نسبة التعليم. بيجي وراها بعدين التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطوير بجميع المجالات. نعم دكتورة، أيضا برأيك هل هناك إدراك علمي ومؤسسي لأهمية مثل هذا الموضوع في ظل الكثير من الموضوعات التي تشغل العالم حاليا؟ نعم طبعا هناك إدراك عالمي ومؤسساتي بأهمية التعليم، ولكن هذا الإدراك يبقى متفاوت. فينا نقول أنه ملف التعليم قطع شوط كتير كبير من حيث إثبات أهميته
بالعالم وبجميع القارات، ولكن هناك تفاوت كتير كبير بين الدول ومدى الاستثمار اللي بتحطه بمجال التعليم، لأنه حجم الاستثمار والإدراك مرتبط بمدى استقرار وتقدم الدول مثل ما بتعرفوا. طبعاً اليوم ما زلنا بعيدين جداً عن تحقيق الهدف الرابع وكل الانديكيتورز يلي وضعت له. اليوم ما زال عندنا 258 مليون طالب وطالبة غير ملتحقين بالتعليم في العالم. عندنا 617 مليون طفل وطفلة ومراهق ومراهقة ما بيقدروا يقروا، لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحسابية الأساسية. فهذا انتهاك لحقهم بالتعليم، منشان هيك يجب الإسراع بإنعاش عملية التعليم. الأزمات المتفاوتة وعدم الاستقرار يلي عم نشهده بالدول العربية بيؤدي كمان لشح اقتصادي يؤثر فعلا على مدى استثمار الدول بالبادجت أو الميزانيات المرصودة للتعليم مثل ما بنعرف. ولكن بالرغم من كل الأزمات وبالرغم من كل الحروب، بعدنا لهلأ عم نشوف أنه أولياء الأمور بعضهم لهلأ عم يوضعوا التعليم كأولوية لأطفالهم أنه يلتحقوا بالتعليم. نعم. وما زالت الدول عم تساهم بتقدم ونهوض مجال التعليم بالرغم من كل اللي عم بيصير. اذا بتشوفوا بالدول العربيه مثلا، الدول اللي عم تعاني من نزاعات او من صراعات بالرغم من العدد الكبير من اعداد اللاجئين قسريا او غير قسريا، عم يقدروا يلتحقوا الى حد ما بالتعليم. وهذا نظرا لادراك اولا اولياء الامور، ثانيا الحكومات، ثالثا الشركاء بهذا المجال. نعم. من ضمن الأزمات أيضا اللي تواجه التعليم دكتورة ميسون، جائحة كورونا اللي لما جاءت كشفت العديد من الجوانب اللي تخص موضوع التعليم، شلون شايفة الأثر العالمي لجائحة كورونا على التعليم؟ نعم فعلا، جائحة كورونا أوجدت أكبر انقطاع عن التعليم في التاريخ. يعني بتاريخنا لم نشهد هذا الانقطاع عن التعليم كما حدث خلال جائحة كورونا. تضرر من هذا الانقطاع تقريبا 6.1 بليون، ليس مليون، بليون طالب وطالبة في جميع قارات العالم بنفس الوقت. يعني ما حصل بطريقة متفاوتة، ولكن في الوقت نفسه انقطعوا عن التعليم. أدى طبعا إغلاق مؤسسات التعليم لعرقلة خدمات أساسية لأطفال من حقهم أنه ياخدوها، ليس فقط الخدمات الأكاديمية واللي هي أكيد بتخولهم أنه يتموا تحصيلهم العلمي، وإنما خدمات تانية كتيرة مهمة لنمو الأطفال وتطورهم. بذكر منا بأكيد وقف التعلم، التغذية، هناك عدد كبير من العائلات تتكل على وجبات المدرسية لتقديم التغذية للأطفال. الانقطاع عن التعليم وإغلاق المدارس يؤثر على تغذية الأطفال. عدم استعداد الأهل لتعليم أولادهم عن بعد أو في المنزل مثل ما هلأ عم بيصير بكل دول العالم وبدولة الكويت. عدم المساواة بين الانتفاع من المنصات الرقمية، مش كل الناس عندها كونكشن وتواصل عبر الانترنت، مش كل العائلات عندها لابتوبس وعندها أجهزة كمبيوتر تقدر تأمن التعليم عن بعد. هذا عدا عن التكلفة الباهظة الاقتصادية لهذا الموضوع، وكمان في عدد كبير من الأمهات والأباء اضطروا لترك عملهم ليقدروا يكونوا مع أطفالهم خلال عملية التعليم. بالفعل في موضوع الموضوع الأهم بس لو سمحت أو الأخطر هو العزلة الاجتماعية اللي بيعاني منها الأطفال، لأنه المدرسة هي مش بس مركز للتثقيف والتعليم، وإنما هي مركز لممارسة الأنشطة التفاعلية، تعلم يعني التواصل بين الأطفال. العزلة الاجتماعية لها أثر كتير كبير على صحة الأطفال، وهذا الشيء أكيد يعني جائحة كورونا تركت أثر
أثر سلبي، ولكن منضل نحكي بشكل إيجابي. ولكن رغم كل هيدا الشيء رأينا ابتكارات جديدة لضمان استمرارية التعليم في جميع الدول كما في دولة الكويت، اللي أمنوا التعليم عبر مسارات مختلفة، من الراديو للتلفزيون للتعلم عن بعد للتعلم عبر الواتساب. فهذه الابتكارات هي من الجوانب الإيجابية التي علينا البناء عليها. نعم بالفعل دكتورة. طيب ما هي أهم الجوانب التي سيتم إلقاء الضوء عليها من خلال احتفالية هذا العام؟ سيحتفل أو بالدورة الثالثة لليوم الدولي للتعليم يوم الاثنين غدا ب 25 كانون الثاني، ورح يكون الاحتفال أو هيدا النهار بعنوان إنعاش التعليم كما ذكرت في بداية المقابلة، وإنعاش التعليم وتنشيطه لدى الجيل الذي يعاني من جائحة كورونا. فعلا حان الوقت لوضع التعليم والتعلم مدى الحياة بمركز عملية الانتعاش ومن ثم التعافي. سيأتي الاحتفال هيدا العام مقسم لثلاث أقسام أو يركز على ثلاث أحجار إذا فينا نقول. الحجر الأول التركيز على أبطال التعليم. من هم أبطال التعليم خلال جائحة كورونا؟ أبطال التعليم هم المعلمون، هم الأهل، هم الأطفال أو الطلاب بأنفسهم. رح يكون في تركيز كتير كبير على أبطال التعلم. الحجر الثاني اللي رح يضوي عليه هذا الاحتفال هي الابتكارات التي ذكرناها، الابتكارات اللي الدول قدمتها لاستمرار على عملية التعلم بأكبر قدر ممكن ومتاح. نعم دكتور، هو من مشاركات الدول، بس حابين نعرف قبل ما نختم هذا اللقاء على عجالة، ما هي مجالات التعاون بين اليونسكو كمنظمة دولية وأيضا الحكومات والمؤسسات المختصة خصوصا لتحقيق عنوان هذا العام أو الهدف من هذا العنوان؟ نعم، اليونسكو في جميع دول العالم كما في المنطقة العربية تقوم بالدعم والمساعدة التقنية للإسراع في إيجاد حلول تعليمية وبديلة وشاملة لجميع الأطفال. عندنا برامج تؤدي أو تساهم في دعم جميع المعلمين، في دعم جميع المتعلمين. عندنا شبكة من الممارسات ذات الصلة لإتاحة تبادل الخبرات لمنشاركها مع جميع الدول، وهناك مجموعة مختارة من الموارد التعليمية الرقمية المجانية التي نحن والGlobal Coalition منقدمها للحكومات، للمدارس، للمعلمين وللأهالي لتفتح أفاق التعلم عن جميع المتعلمين. نعم أيضا نشكر الدكتورة ميسون شعب منسقة البرنامج الإقليمي للتربية في مكتب اليونسكو في بيروت على هذه المداخلة. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم. مشاهدينا خلينا ننتقل وياكم إلى مبادرة تستحق الإشادة وتستحق التقدير، قام بها فريق تراحم التطوعي لتنظيف بر الصبية في إطار عمل الفريق الحريص دائما على حماية البيئة الكويتية. خلينا نشوف معكم هذا التقرير. أنا في البداية الحقيقة أشكر فريق تراحم على هذه المبادرة التطوعية، وما أستغرب الحقيقة هذه المبادرات من أهل الكويت، يعني أهل الكويت جبلوا على يعني التطوع وخدمة البلد. مثل هذه الحملات التطوعية الحقيقة ترفع من مستوى الوعي وتقضي على مثل هذه يعني المظاهر. أنا الحقيقة أدعو كل يعني المؤسسات التطوعية للمبادرة مثل هذه الحملات التوعوية التي تساعد وتحافظ على البيئة بشكل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود، والحقيقة أنا أشكر تلفزيون الكويت على المشاركة ودعم مثل هذه المبادرات. إحنا اليوم متواجدين في الصبية، بر الصبية في حملة Let's Clean 4 وثاني مرة في الصبية. هذا اليوم الجميل هو تعبير عن حبنا للكويت. العيد الوطني جاي بالطريق، فحبينا نقول حق الكويت إيش كثر إحنا نحبها. للأسف الشديد وايد من الناس ما حافظوا على هذه الطبيعة. إحنا ما يهمنا من اللي أرمى النفايات، إحنا يهمنا أن ننظف بلدنا لأن إحنا نحب
بلدنا، وراح نزيد في الحملات التوعوية ونستمر في هذه الحملات إلى أن ينتشر هذا الشيء في كل مكان، نزرع في أبنائنا بعيالنا بالصغار علشان نحافظ على بيئة كويتنا الغالية. للأمانة مثل ما انتم شايفين اليوم عندنا حملة طبعا التراحم التطوعية، وهي من الحملات اللي كثير من الحملات الموجودة. طبعا تعودنا كإدارة النظافة التعاون بجميع الحملات الموجودة، وهذا ما هي غريبة على أهل الكويت، دائما تلقاهم سباقين في هذا الجانب. مثل ما انتم شايفين الحملة للأمانة لها رسالة راقية بأن مسؤولية البلدية هي طبعا شركات متعاقدة تشيل المخلفات اللي داخل الحاويات. طبعا خارج الحاويات هو اي انسان يقط انقاض او يقط مخلفات برا، هذا سلوك غير حضاري. احنا ودنا نغير سلوك هؤلاء القله من البشر الموجود معانا، بان يا جماعه حافظوا على البيئه، بالنهايه هذه ديرتنا، ودنا الكل يعني يشوفها نظيفه. الحمد لله احنا الحين عندنا الحمله رقم 4 في الصبوية برا الصبويه للتنظيف، حمله باسم ليتس كلين بالتعاون مع بلديه الكويت والثروه الزراعيه. احنا بلشنا الحمله الاولى كانت في 150 متطوع، تطورنا الى 450 متطوع في نفس المكان هني، وصلوا الى يعني 4 طن من النفايات. اليوم ان شاء الله احنا نطمح الى عدد اكبر من المتطوعين وعدد اقل من كميه النفايات. مثل ما انتم شايفين ويانا جزاهم الله خير يعني الفرق التطوعيه والافراد اللي جايه، عوائل واسر وافراد جايين يشاركون معانا في تنظيف المكان. اليوم احنا مع فريق تراحم في حملتهم التطوعيه الهامه جدا، وهي تنظيف بر الصبيه، وهذا الموضوع جدا هام، ويجب انه نطور او يعني نوعي الناس لأهمية النظافة واستدامتها. ومن هذه الحملة الجميلة إلى الزميل نجيب القحطاني، ينتقل معكم إليه في منفذ النواصيب الحدودي. شكرا زميلي محمد، اصبح عليك بالخير واصبح على مني وعلى المشاهدين الكرام. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين مثل ما تفضلت في منفذ النواصيب الحدودي، وراح نكون ان شاء الله مع رجال الاداره العامه للجمارك على عملهم ودورهم ب يعني لامن هذا الموقع خلال 24 ساعه عملهم المتواصل. نرحب كذلك في السيد بلال الخميس، مراقب جمرك للوصيف في الاداره العامه للجمارك. سيدي بلال صبحك الله بالخير ويعطيك العافيه وعساكم على القوه. صبح صباح الخير يا اخوي نجيب، ونصبح على المشاهدين واخواننا في الاستديو. استاذ بلال، ودنا نتكلم عن يعني عدد الشاحنات التجاريه اليوميه اللي دائما ان شاء الله عملكم خلال 24 ساعه. يمكن احنا مثل ما تفضلت ان الشاحنات التجاريه ما توقف، العمل متواصل على 24 ساعه مستمره في دخول المواد الغذائيه وكل المواد اللي تحتاجها دوله الكويت. شوف احنا الحمد لله والشكر من اول ازمه اللي هي الفيروس كورونا، دخول الشاحنات ما كان في هناك توقف لا بيوم ولا بساعات. احنا على مدار الساعه شغالين، والاحصائيات اليوميه اللي قاعد تدش احنا عندنا كدخول ما يقارب فوق من 500 الى 700 800 شاحنه يوميا. هذا بالاضافه الى التفتيش بعد، هذا هي لازم في تفتيش كل الشاحنات اللي قاعد تدش، هذه في تفتيش وفي تامين للسلامه اللي هو قاعد نطهر هذه الشاحنات قبل دخولها البلاد، تطهير هذه جميع الشاحنات. واما في دخولها كتفتيش هذا يعني احنا عندنا في يعني اقولهم بالمراكز الاولى، كل شاحنه تدخل الكويت لازم تمر على هذا الجهاز. جهاز هذا يعتبر هذا الجهاز الاول اللي هو جهاز السكينر، ساعد المفتش للتفتيش والكشف عن جميع المخابئ السريه، المهربات، وايد ساعدنا. يعني خلينا نقول ان 70 الى 80% الجهاز احنا كمعتمد عليه. لا
نعم استاذ بلال، لو نتكلم عن يعني ايش كثر تستغرق عمليه التفتيش خلال الشحنه؟ يعني احنا ننتقل حق المركبات، لكن الشحنه ايش كثر تستغرق من دخولها الى تفتيشها الى خروجها من المنفذ؟ شوف، دخول الشاحنات احنا اليوم على الجهاز تاخذ من 3 إلى 5 دقائق. بعدها هذه التفتيش يعتبر احنا يسمونه التفتيش الامني. عقبها توقف الشاحنه على الرمبه وتنزيل هذه البضائع للكشف عنها ومطابقتها مع البيان الجمركي، شنو منشأها، كم عددها، على اساس احنا ان تكون الشاحنه هذه تستغرق يعني كل هذا المحتوى يصير يعني بعشر دقائق الى ربع ساعه. خلينا ننتقل الان الى الجهاز اللي احنا هو اللي يمنع هذا الجهاز، وهو تفتيش المركبات الصغيره. هذا ساعدكم كثير في ضبطيات ما شاء الله كثيره جدا خلال الاسبوع اللي طاف ما شاء الله، يعني ساعدتكم الجهاز هذا ما شاء الله يساعدكم في يعني وصولكم الى الشخص اللي يعني سوى لتلفسه باسرع وقت ممكن. هذا الجهاز جهاز السي اي بي، تم وضعه من قبل تعليمات السيد المستشار جمال الجلاوي في الاسراع انه يوضع هذا الجهاز يساعد المفتش للتفتيش في الاماكن غير قادر عليها المفتش لوصولها. الحمد لله تم تجربه هذا الجهاز وفعال 100%. هناك ضبطيتين الحمد لله في هذا الشهر، ضبطية فيها 3 كيلو وضبطية فيها 25 كيلو، ساعدت المفتش للوصول إلى هذه المهربات بعد الكشف عن طريق هذا الجهاز. هاي الضبطيات اللي كانت الأسبوع اللي طاف تقريبا، في ضبطوا شخصين معهم مخدرات موجودة وتم تفتيش هذه السيارات من قبل هذا الجهاز. نعم نعم، قلت لك هذه أول ضبطية كانت 3 كيلو والأخرى صارت 25 كيلو، وهذه من الأسبوع اللي طاف. والحمد لله يعني احنا نقول ان اليوم مركز نواصيب جاهز تماما لتفتيش السيارات والشاحنات والاشخاص، والله الحمد. احنا ماشيين على قدم وساق بعد تعليمات السيد المستشار جمال الجلاوي وتوجيهات مدير الجمرك البري مشعان الادعس في توجيهاته في شكل يومي واسبوعي وشهري وطول على مدار الساعه. استاذ بلال الخميس مراقب جمرك النصيب في منفذ النصيب، لو نتكلم عن التعاون بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من ناحية تدري الجمارك، دخول سيارات خروج السيارات، في بعض الأمور في بعض البلاغات اللي تكون موجودة. والله هناك في تنسيق جدا كبير بيني وبين مدير الجمرك السعودي في خصوص الشاحنات، تأخر هاي الشاحنات أو الصالون أو تبادل المعلومات بخصوص المهربين، والله الحمد يعني ماشيين احنا على 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 مسطرة واحدة، ولله الحمد لمصلحة دولتين إن كانت في المملكة العربية السعودية أو دولة الكويت. لو نتكلم عن قسم الأثر كذلك أنه يساعدكم في هذا الشيء في كشف بعض المواد اللي تكون موجودة في السيارات، قسم الأثر ما شاء الله من الأقسام اللي ما شاء الله عندكم ممتازة ومميزة، وكون ما شاء الله يعني كل أب الأثر ما شاء الله تكون جدا دقيقه في البحث عن المخدرات او عن الممنوعات. شوف، هذا قسم الاثر ساعد المفتش للوصول الى الى الى, إلى كشف المهربات، والان صار في جميع منافذ الجمركيه ان كانت بريه او بحريه او الجويه صارت على مدار الساعه بتواجدهم وفعالين، ولله الحمد لهم ضبطيات كبيره ساعدت المفتش للوصول الى كشفها. واعتقد انه يعني هذا يكون عامل مساعد غير الجهاز، يكون عندك الكلاب الاثر تعرف انت من حاسه الشم، فهو حاسه الشم عنده تكون 100%، تساعد المفتش للوصول الى كشف المهربات والمخابئ. استاذ بلال قاعد اشوف قاعد يعقمون السيارات اللي موجوده، قاعد يعقمون السيارات امامنا قدام، قاعد يعقمون كل سياره تدخل الكويت قاعد يعقمونها ويرشونها بالتعقيم، فهذا شيء مهم جدا قبل لا تدخل دوله الكويت. هذه اشتراطات وزاره الصحه وقرار مجلس الوزراء ان جميع المركبات والشاحنات يتم تعقيمها قبل التفتيش لدخولها الى البلاد، ولله الحمد. الحمد لله احنا ماشيين على هذه الاشتراطات وتقيدنا في هذا القرار. استاذ بلال، هل في عندكم مثلا اشياء جديده ما شاء الله موجوده في المركز النواصيب، شغلات مثلا تكنولوجيا جديده مثلا تساعدكم وتخلص الامور؟ يعني 500 شاحنه باليوم يعني تبي لها عمل وجهد كبير.
شوف الحمد لله انا قلت لك بدايه الامر، قلت لك اليوم المركز الوصيب يعتبر من المراكز الحيويه وهو مركز رقم واحد لتواصل للمجرى الخط اللي بيننا وبين دول الخليج. كل دول الخليج تنصب على هذا المركز. قام سعادة المستشار والقائم بالعمال وياه قاموا على اساس ان حطوا جميع الاجهزه وتم تجربه هذه الاجهزه في هذا المركز، ولله الحمد يعني صارت في الايجابي اكثر من السلبي. وضع جهاز اللي هو حق الشاحنات، وضع جهاز حق الصوالين، جهاز كشف الحقائب، جهاز حق كشف التفتيش الذاتي، خلاص يعني الحمد لله هذا الجهاز هذا المركز يعتبر من المراكز الاولى في جميع الاجهزه متواجده تكون في هذا المركز. كذلك في اجهزه تعقب الشاحنات، جهاز الكشف التعقب هذا تعقب هذه الشاحنات والسيارات، والله الحمد قلت لك هذه اشتراطات وزاره الصحه واشتراطات اللي هي وزاره رئيس مجلس الوزراء يقر انك جميع الشاحنات والسيارات تتعقم قبل تفتيشها. استاذ بلال، يعني قبل ان اختم هذا اللقاء ودي يعني كنصيحه توجه لكل من قادم الى دوله الكويت سواء شاحنات او سواء مركبات اللي داش دوله الكويت، لابد ان في البعض منهم في منهم ضعاف النفس يقول لك والله الجمارك مثلا والله برد، والله ما يفتش، والله يمكن اقدر امر عليه مثلا واقدر امر انا يعني ما فيها سهالات، لكن انتم ما شاء الله يغضين في هذا الشيء وانتم يعني خلينا نقول السد المنيع لكل من تسوى لنفسه. صحيح، اليوم نحن ودنا نوجه يعني كلمة حق المسافرين، إن كانت مسافرين على سيارات المركبات الصالون أو الشاحنات. الجمارك متواجدين على مدار الساعة، إحنا أصلا وضعنا ما في يعني إحنا وضعنا على أساس إنه يكون في البرد أو في الحر أو في الغبار، لا متواجد موظفنا الجمركي عارف الأجواء اللي قاعد يشتغل فيها، والحمد لله كل مفتشينا دشوا دورات وعلى درايه كامله في ناحيه التفتيش والاشتباه، والله الحمد قلت لك انا هناك في ضبطيات كبيره صارت في هذا المركز. كل هذا من بعد تم دخولهم هذه الدورات وتفنيهم في هذا الشغل. يعطيك العافيه السيد بلال الخميس مراقب الجمرك بالمنفذ الحدود في منفذ الوصيب، يعطيك العافيه، عساك على القوه. ونشكر كذلك الشباب اللي موجودين، يعطيهم العافيه، اللي كل موجود في هذا الجمرك لخدمه هذا الوطن ولامن هذا الوطن. راح نرجع الى الزملاء في الاستديو لتكمله فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء تفضل. مشاهدينا، قبل ما نختم نذكركم على المداومة في الالتزام في الاشتراطات الصحية من لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وكذلك تعقيم وغسل اليدين باستمرار، وكذلك التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للتطعيم للحصول على موعد لأخذ اللقاح، فهو أمان لكم وللمجتمع. نعم منيا، دائما نذكر بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الصحية على سلامة الجميع إن شاء الله، ونتمنى لهم دائما الصحة والسلامة والعافية وين ما كانوا، ونشوفكم على خير. مع السلامة. مع السلامة.